زيارة من ابن لأمه وعناق لقاء بعد فراق. هذا المشهد ليس داخل بيت العائلة، وإنما في إحدى دور رعاية المسنين. فعصام الذي يعمل طبيبا خارج مصر لجأ لتسكين أمه في إحدى دور الرعاية تلبية لرغبتها. هو ممكن تكون عيبة وما يصحش أن تكون موجودة لو الشخص بيحاول يخلص من أبوه أو يعني فاهم أقصده، إنما لما تكون دي رغبة من عند الأب أو الأم، فاهم إزاي؟ دي رغبة داخلية من عندهم، فإيه مانع من كده؟ اقتنعت بالمكان، والمسنات برضو ما من نفس السن تقريبا ونفس الثقافة تقريبا، فبيبقى المكان بقى كده بقى في ونس في حياة. يعد مشهد رضاء المسنين عن الإقامة في دور الرعاية نادرا، فلطالما ارتبطت تلك الدور بقصص تعبر عن جحود الأبناء للوالدين، غير أن بعض المسنين يعتبرون دور الرعاية البديل الأفضل لهم. لو ما كنتش مبسوطة مش هقعد 20 سنة، يعني عملوا لي بطاقة لأني أنا ما بقومش، عملوا لي بطاقة شخصية كده ومعرفش عن النت، والحاجة دي ما كانتش على أيامنا يعني. ولما بيبقى عندي مشكلة بقول للمديرة بتحلها لي. ووفقا لآخر الإحصاءات الرسمية، فإن مصر بها أكثر من 6 ملايين مسن، كما أن عدد دور رعاية المسنين يبلغ 168 دارا، معظمها في محافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية، وتخضع تلك الدور لرقابة وزارة التضامن الاجتماعي التي بدأت تطبيق برنامج جاليس المسن لرعاية كبار السن في أماكن إقامتهم. عدد كبير من الأسر عندها كبار السن مش عايزين يسيبوا الأسرة، يعني مش عايزين يسيبوا البيت بتاع العيلة، لكن الأبناء منشغلين أو عندهم التزامات، فبيبقى محتاج حد يقعد معاه بعض الوقت أو طول الوقت حسب حالته. هي دي الخدمة أو البرنامج ده بيوفر الخدمة دي. وتسعى مصر لزيادة عدد دور رعاية المسنين التي تستوعب حاليا 5000 مسن فقط، فضلا عن تطوير الدور وبرامج الرعاية الصحية والنفسية المقدمة لهم. من الرفض والاستنكار إلى القبول والإقبال تحولت النظرة المجتمعية لدور رعاية المسنين في مصر، فالواقع يقول إن تلك الدور باتت الملاذ الأفضل لكثير من كبار السن، وهو ما يستوجب مزيدا من الرعاية والرقابة بما يضمن حقوق المسنين ويوفر لهم حياة كريمة. محمد الحمراوي، الغد، القاهرة.